تحضرني عبارة ولها علاقة بالبعد الانعكاسي للتفكير الناقد، المونتاني الفيلسوف الفرنسي الساخر، عبارة عميقة جدا. يقول كلما اشتدت وتفاقمت أمراض الجسد اتضحت واستبانت. المرض الجسدي كل ما يشتد يوضح، أما أمراض العقل والذهن فتغمض وتبهم. كل ما كان الشخص يعاني من اختلالات في تفكيره كلما حجب ذلك عليه، ما يفطنش. كل ما كان تفكيره خاطئ كل ما صعب عليه اكتشاف أنه يفكر خطأ. عكس أمراض الجسد، لما تستفحل تبان، الآخر لا، لما تستفحل ما عادش تبان. نعم. النفس بالمعنى العام اللي يشمل أمراض التفكير والأمراض العاطفية، اختلالات العاطفية. أوكي، لو انتقلنا إلى مسألة الاستخدامات، أين يستخدم التفكير الناقد؟ برضه نقترب من سؤال عادل. إذا كان الكور متاع التفكير الناقد هو الإنفرنس، خلينا نشوف الإنفرنس في مجالات متعددة. أولا في مجال الحياة اليومية العادية، زي ما قلت أنت بدون ما تشعر في يومك أنت كل مرة تدير في استدلال باستمرار، قاعد دائما تستدل أحيانا دون وعي، قاعد تنتقل من حاجة لحاجة أخرى. لو حكينا على الطب بصفة عامة، عادة الطبيب لا يرى الأمراض، الأمراض بل يستدل عليها من الأعراض. شوف الخطأ اللي حيصير الجسيم لما يكون انتقاله خاطئ. القاضي ما يحقش في المتهم يرتكب الجريمة، يستدل على إدانته من قرائن وأقوال الشهود. ساينس، شنو هو ساينس؟ شنو العلم؟ ما هو عبارة عن مجموعة فرضيات مستدل عليها من شواهد ومعطيات وانتقال. القياس في الفقه شنو؟ نحن نستدل على حرمة المخدرات بالقياس على حرمة الخمر، نقول بما أن الخمر حرام لأنه يذهب العقل ولأن المخدرات تذهب العقل إذن المخدرات حرام. استدلال وفق المقاصد، صحيح مو صحيح مسألة أخرى، لكن واضح أن الاستدلالات حاضرة في الفقه وفي الطب وفي العلم. والرياضية شنية؟ شنو آخر جملة في البرهان الرياضي؟ وهذا هو المطلوب إثباته، بما أن كذا وكذا إذا كذا. الإعلانات اللي تحقوا فيها هذين في الشوارع وفي مواقع التواصل، الإعلانات بصفة عامة قائمة أصلاً مش على فكرة الاستدلال، على فكرة الاستدلال الخاطئة. هي الفكرة شنو هو؟ الفكرة أن اللي بيعلن عن منتج في مأزق قدامه، وكلمة مأزق اللي هي الدليمة معناها عندك بديلين أو أكثر وكلاهما مر. البديل الأول أن يعلن عن بضاعته
وأن يصفها كما هي، فتبور بضاعته. لو كان قال اللي فيها بالضبط مش حيشري أحد، أو مش حيشريها العدد اللي يبيه. ليش إذا كانت كويسة وفيها كل المواصفات؟ خلينا نقوله، طبعا الحكم اللي نقول فيه قطعي، لكن نحكوا على الغالب العام. انك دائما لما تعلن عن بضاعتك تصفها بدقة زي ما هي، مش حيكون الربح زي ما تتوقع، حيكون أقل. ولو كذبت وقلت فيها ما ليس فيها حتقاضى، وفي الحالتين أنت خاسر. فإما أن تقول الحق وتخسر، أو تكذب وتخسر. لو في الحالتين أنت خاسر. يسمون فيهم هذين قرني المعضلة أو قرني الإحراج، two horns of the dilemma. الإعلان هو الذي يمر بينهما لجانب الاثنين. يعني إيش شدير؟ الإعلان حيقول لك كلام، لو قريته حتستنتج منه كلام واحد آخر، تستنتج خطأ أنا كلام واحد آخر هو اللي حخليك تشري. ولما يجوا يقولوا لك كيف الكلام هذا غلط، قولهم أنا ما قلتش هذا، أنا قلت هذا، أنت اللي درت النقلة، أنت اللي غلطان، وبالتالي ننجى من المحكمة. المثال حيوضح الفكرة لك. خليني نأكد على الستركشر متاع الفكرة. الفكرة أنك هذا المنتج، هذا الإعلان، المعضلة الأساسية أن لو الإعلان صحيح ودقيق مش حيبيع واجد منه، ولو الإعلان مش دقيق وفي كذب حيحاكم ويخسر، يبقى في الحالتين خاسر. شنو بديله؟ بديله أن يقول عبارة لما يقراها المستهلك، المستهلك المحتمل، حيقول يعني قصد كم كذا، والله فعلا هذا مقنع اني نشريها، فحيشريها. بعدين نكتشف ان هذه كذبه، حيجيو كيف يقولوا لي ما قلنا لكش هذه، قلنا لك كذبه، انت اللي انتقلت استدللت من هنا لهنا. مثال بالضبط، مثال ومثال حقيقي. يعني في شركة سلمون، سمك السلمون، السلمون معروف أنه فيه ميزات واجدة. طبعا شكله هو محمر قليلا، رخيص الثمن، طعمه جيد، سريع الإعداد، فيناسب جدا العمال اللي في الشركات الضخمة، أن عنده ربع ساعة حيأخذ علبة سالمون يطهيها في 5 دقائق بسعر رخيص. الشركة هذه اكتشفت كميات هائلة من السالمون في المحيط، نحكي على أمريكا، لكن في مشكلة، أبيض مش حمر. عندنا مثل شعبي يقول العين تاكل، مر عليكم؟ يعني حاجة لما تحق لونها تقزز منها، الأثر النفسي بالضبط. فخافوا أنهم يبيعوها، اللي يحلها يحق على طول يرفضها. كيف نغري المستهلك أنه يشريه من غير ما شو قالوا؟ شو كتبوا على العلبة؟ سمك سلمون أبيض، نقطتين، نحن نضمن لك أن التعليب لن يجعله محمرا. كأن راهو الشركات الأخرى اللي كنتوا تشروا في السمك متاعهم حمر، تعليبهم سيء. اللي صار الناس ما عشتهم يشروا في الآخر.
طبعا الشركات الاخرى قاضتهم، تعال هنا كيف تبلوا علينا، كيف تقولوا احنا تعليمنا سيء؟ قالهم اقروا اللي قلناه، نحن حكينا عليكم اصلا، نحن قلنا هذا سمك سلم ابيض مش ابيض، ونحن نضمن انه ما يحمرش، نحن نضمن انا ما حكيتش عليك اصلا. واضح الفكره انه استغل ايش؟ استدلال المستهلك الخاطئ اللي كان قراء تفكير ناقد كان يفطن اللعبة. مثال آخر سريع، شركة غسالات، وهذه أيضا حقية، شركة غسالات لها فترة هي، لكن فجأة طلعت بإعلان غريب شوية تقول لقد بدأنا في بيع الغسالات منذ 10 سنوات، 95% من مبيعاتنا تظل تعمل إلى يومنا هذا. ايش حتستنتج أنت؟ ها؟ معناها متينة، معناها أوكي. فعلا الناس على طول لجأوا إلى هذه الشركة اللي خذ غسالة قعدت معها 3 شهور وعطبت. لا لا غسالات نخليها. إيه؟ اللي شرى غسالة 3 شهور وطبت، مش هو قضوه؟ كيف تحكوا عليه؟ كيف تكذبوا علينا؟ قلهم والله ما كذبنا، نحن اللي صار معنا كالتالي، نحن فعلا حلينا الشركة من 10 سنوات وبعنا كم غسالة وما صارش منها. الأسبوع اللي فات قبل الإعلان بعنا 95% من غسلتنا، يعني كأنهم باعوا 100 غسالة 5 من 10 سنوات و95 الأسبوع اللي فات. 95% من مبيعاتنا تعمل إلى اليوم، لأن الهن أسبوع فقط. أوكي خلينا ننتقل الآن تو هذين استخدامات التفكير الناقد في مختلف مناحي الحياة. بالتأكيد، ما هذا ليش القصة، ليش نقول الحساسة اللغوية مهمة؟ خليني أشرح كلمة حساسة أصلا اللي تبدو غريبة. عادة نقولوا مهارات تفكير ناقد، نستخدم كلمة حساسات لأنها أكثر تواضعا، يعني أنا لا أزعم أنك بهذا الكتاب أو بهذه المادة سوف تتمكن من اكتساب مهارات تفكير ناقد إطلاقا، لكن آمل أن تكون لديك حساسة، بمعنى القدرة على استشعار حساسة لغوية وحساسة مفهومية وحساسة منطقية. مفهومية بمعنى تكون لديك القدرة على استشعار الفروق بين المفاهيم قريبة الشبه، وهو معظم مشاكلنا في الخلط بين مفهومين قريبات. وحساسة لغوية تمكنك من أنك لما تشوف جملتين قريبات من بعضهن تفطن للفرق، زي ما صار هنا، ما هذين جملتين قريبات من بعض. وحساسة منطقية لن تتأتى لك إلا لما تكون عندك حساسة لغوية ومفهومية. هذا ليش اللغة والمفاهيم مهمة جدا. لكن طبعا كل هذا كلام مجرد، بدءا من المحاضرة القادمة إن شاء الله حنبدو في كيف العملية هذه تتم بأمثلة كثيرة في مآمل. نختم بالبعد القيم. دكتور محمد حكى لنا على الأوبن مايندنس، الانفتاحية على آراء الآخرين. ممكن نحكو على استقلالية الرأي ومقاومة الضغوطات اللي تمارس علينا باستمرار في الإعلام وفي كل مكان، وفي التربية وفي الجوامع، الضغط عليك إنك ما يكونش عندك رأيك مستقل، كيف تقاومه؟ هذا وحدة من القيم الأساسية. الأوبجكتيفيتي، بمعنى عدم الانصياع للأهواء،
لاحظوا ما قلتش الحيادة. الحيادة ليس قيمة من قيم التفكير العقل. الأوبجكتيفيتي هي الموضوعية. نعم. راهو الحياة كيف دكتور مش واضحة بالنسبة لي كويس. اللي هي تجيب نفسك في موقف لكن مع هذا رأيين وأنت الاثنين مش معك. هل أنت مثل الرأي ثالث؟ هو 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 احتراضي على مفهوم الحياد أن عادة غير ممكن بشريا. يعني أو صعب بشريا. لاحظوا أن الحياد والانحياز هذا شعور في النهاية، هو ميل، والميل قد لا يكون طوعك. ذكروا في قصة في الآية بتاع على أن تعدلوا، فواحد يسأل في الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنا نعدل في الحاجات المادية لكن الأخرى كيف نعدل؟ أنا نميل لهذه أكثر من هذه. قال العدل فيما ملكتم. حكم مباراة، اللي يحكي في مباراة بين الأهلي والنصر ممكن يكون أهلاوي، فيش أي مشكلة، ويتمنى الأهلي يغلب، ما هوش محايد، لكن ممكن يكون موضوعي. يعني أنت لا تملك انحيازك، لكنك تملك أن تترجم هذا الانحياز إلى سلوك، هذا في يدك. أنا ممكن نذهب حتى إلى أبعد من ذلك، كلنا محترضين على الحسد ولا؟ حسد إنك إيش معنى حسد؟ تمني زوال نعمة الآخر، صح ولا لا؟ هل يملك المتمني ألا يتمنى؟ أنا هك مايل والله يا ريت هالجامعة يصير لها، هك منياتي هك، هذا وضعي. أمتن حاسب على حسدي عندما أسرع في تحقيق هذه الأمنية. سلوك ما تعال هنا تميل، أنا مش رايد لي خير، أنت ما تمني ليش الخير، الله غالب عليك، أنت هذا تكوينك النفسي. عشان كيف القرآن ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر من يتمنى زوال نعمة الغير عندما يبدأ في تحقيق هذه الأمنية. نفس القصة مع الحياد، القاضي ممكن مش طايق المتهم، هذا مش طايق ويتمنى لو كان يحكم عليه بالإعدام، لكن المهم لما خذا حكمه هل انصاع إلى هذا الهوى؟ هنا الأوبجكتيفيتي. يبقى الحياد مهم نشواش، لكن خلوني نختم. خلينا نقول ان احنا وقعنا في خطأ جسيم لما بدينا في تعداد سجايا او قيم التفكير الناقد قبل ان نتفق على معنى كلمة قيمة، وهذه لعبة يجيدها المتفكر الناقد بامتياز. المتفكر الناقد لا يقع في شرك الخوض في قضية ما قبل أن يتفق ابتداء على معاني المفاهيم الأساسية اللي فيها. هذا الدرس مهم جدا، ما تخوضليش في قضية وتبقى تناقش وكل واحد رأي قبل ما نتفقوا على تعريف مشترك بين المتحاورين على المفاهيم الأساسية. لأن راه لو كان ما اتفقناش ايش حيصير؟ حيبدأ كل واحد متشبث برأي قد يكون هو نفس رأي الآخر أو قريب منه كثيرا،
وكل ما في الأمر أن كل واحد في مفهوم مركزي يعرف فيه بشكل. أنت تقول الحياة قيمة، نقول لك لا مش قيمة، ونخشوا في النقاش باهي، خلينا نتفقوا على معنى قيمة أصلا، وبعدين حنعرفوا الحياة قيمة ولا لا. فلو سألتكم، وهنا حنبدو في تمثل الأدوار، يعني مش لازم إجابتك هي إجابتك الشخصية، الإجابة المتوقعة، ما الذي يجعل القيم قيما؟ أي ما الذي يضفي على الشيء قيمته؟ لماذا هذا الشيء له قيمة والآخر لا؟ شنو اللي فيه اللي خلاه عنده قيمة؟ خلينا نفكر شوية. ما الذي يجعل القيم قيما؟ المعطى بتاعه أو الشيء اللي يقدمه نتاجة، يعني شنو هو يضيف، الإضافة اللي ممكن إنه هو يضيفه. قيمة الشيء تكمن فيما يضيفه، فيما يقدمه من نفع مثلا. قيمة الشيء هو ما يقدمه من نفع، به النفعية، النفعية به في بدأ هو ما يقدمه من أداة مهمته الأصلية أصلا من أجله. أها، بمعنى خلينا نوضح الفكرة، يعني ال ال الموس ما عندهش قيمة إذا كان ما مثلا يفقد قيمته. أوكي، هذا حنقول هذا يوتيليتيريان، هذا نفعي، هذاك فانكشنال وظيفي، بمعنى أن قيمة الشيء تحددها وظيفته، فإذا عجز عن تأديتها فقد قيمته. بديل ثاني جميل. ها، هذا goal oriented، okay goal oriented definition of value، جميل، إن وقريبة من الطبيعة، بس ممكن أشمل شوية لأن ما تحكيش على آلات فقط، قد تحكي حتى على أفراد. عادل، هل مفهوم قيمة الشيء اللي أنا أعتقد إنه هو قيم، اعتقاد مني. أوكي، يبقى يكون الشيء قيما عندما يعتقد المرء المعني أنه قيم. لا لا، استنى استنى، التعريف هذا فيه مشكلة كبيرة. سيركلر، سيركلر يدور في أو يعاني من دور منطقي، بمعنى أنه يصادع على المطلوب. من فسر الماء بالماء، هي نفس الفكرة. راه من شروط التعريف الجيد أن المعرف لا يرد في التعريف. تبي تعرف لي قيمة، كلمة قيمة ما تحكيليش عليها بالك. ليش؟ لأنك اللي كون حكيت عليها نقول لك وهذه إيش معناها، حترد لي هنخرة، صح؟ أوكي. في حد تعريف، عنده تعريف ثاني؟ لا لا لا، هذا آخر حاجة، آخر حاجة. لا، هي ما يوقر بالآخرون، يعني ما يجمع عليه الآخرين بأن له قيمة، اللي في نظر اتفق عليه الآخرين بالضرورة. أوكي جميل، بس كويس، تنوع كافي، أنا يهمني هذا التنوع. الضرورة اللي يوقعه الناس هو الواقع. مرات ما ينكش عليه إذا كان قيمة نبيلة أو غير نبيلة، مرات الناس يوقعه. خلينا نقوله بصفة عامة، الشيء يحوز على قيمة بالنسبة لشخص ما إذا كان يهمه وبالتالي يوقره. يعني أنا الكتاب هذا هديه لي الشخص عزيز عليه، فالكتاب له قيمة، مش باللي فيه، لا، لمجرد أن هذا الشخص أداه لي. ممكن لما تعارك معه حتفقد قيمته. أوكي، كأن القيمة مش فيه نفسه،
قيمة الشيء في كونه يهمني، هذا على مستوى الفردية، هذا على مستوى كل واحد. كل واحد عنده أشياء لها قيمة عنده إذا كانت همة بطريقة أو بأخرى. لكن لاحظوا أن نحن لما نحكوا على القيم رغم ما يهمناش اللي يهمك أنت شخصيا، يهمنا اللي يهم المجتمع قاطبة. ففي قيم فردية لن نعنى بها أصلا، لأنها حتصل الحاجات بسيطة جدا. نحن لما نحكوا على قيم نحكوا على حاجات يهمة للناس، وحيانا مش مجتمعا بس، حتى الإنسانية قاطبة. لكن لاحظوا هذه حنجيل التعليق الدكتور محمد، لاحظوا أن في حاجتين في تداخل بينهن، لكن ضروري نميز بينهن. في قيم موقرة بمعنى أنها تهم الناس، وفي قيم جديرة بالتوقير، هذه قصة أخرى. يعني لو نجول الليبيين ونقولوا شو الحاجات اللي مهمة بالنسبة للليبيين، روح حتلقى حتى النافتة تهم الليبيين كلهم الآن، وحتلقى حتى المرموقين الأشخاص المتنفذين رغم عندهم قيمة في المجتمع، ويجاروا عليهم ويمشورهم ويطبوا. okay. لو هذين القيم الموقرة بالفعل وهذين القيم التي يجب توقيرها، موق لا يجب توقيرها، يبقى هذا موقر وهذا جدير بالتوقير. بالتأكيد في حاجات هنا قاعدات، بالتأكيد يعني ممكن نقوله الدين الإسلامي موقر عند الليبيين وهو جدير بالتوقير مثلا. وين قاعد هنا؟ في المنطقة المتقاطعة بين الاثنين. لكن مثلا التبرك بالأولياء مثلا صح؟ قاعد هنا ممكن الموضوعية قاعدها، الموضوعية ممكن قاعدها جديرة بالتوقير لكن مش موقف. العمل موقر عند البي إطلاقا. طبعا لما نقول إطلاقا نحكي على الغالب العام اللي بي تسامح. عارفين المدينة الفاضلة شني؟ عارفين اليوتوبيا شني؟ هي لما الدائرتين هذين يتطابقن. في المدينة الفاضية الموقر جدير بالتوقير. اوكي؟ تمام. لو شفنا القيم الكبرى في تاريخ البشرية، نلقاهن ثلاثة متعارف عليها: حق وخير وجمال. هذين القيم، حق truth، خير goodness and beauty. لاحظوا ان احنا عادة لما نقول قيمة ينصرف دائما الى أخلاق، كما لو أن القيم الأخلاقية هي القيم الوحيدة إطلاقا. العدل من ضمن قيم الخير، لا خير أفضل، الخير هو قصد من الأخلاق بجميع صنوفه. اوكي عشان هيك
لا، الحق مش بمعنى قول الصدق. لا مش معنى قول. أوكي، الحق بمعنى الحقيقة. قيمة. حقيقة. حقيقة سواء سيئة. منطق وأي شغلة. من اللي يسعى إلى الحق؟ صاحب الحق. لا لا هذا خير. ساينس. ساينس شنو هو؟ هو بحث عن حقيقة النواميس الكونية. يبقى هنا إيش عندنا؟ عندنا تروث. اللي يدرسها اللوجيك زايد ايش؟ ساينس. وعندنا الجود تدرسها شنو؟ الإثكس اللي هي بالعربي يسمو فيها الإثيقة. الإثيقة باهي. والبيوتي من يدرسها؟ أستاتيكس اللي هي الاستطيقة بالعربي اللي هو علم الجمال. مجتمعنا المحلي عنده خلل فيه كلن. في المنطق متاعه، في نظرته للعلم، في قيم الأخلاقية، قيم الجمالية أيضا، في تلوث في الوجدان الليبي، تلوث جمالي، في قبح. وبالتالي نحن لما ندعو للقيم، رغم أننا لا ندعو للقيم الأخلاقية فقط، لا، ندعو إلى القيم الجمالية والقيم الحقوقية فضلت. أوكي. واللوجيك عندنا is reducible to critical thinking، صح؟ وهذا هو البعد القيمي. يعني الآن حطينا المكان الصحيح لمن؟ للتفكير الناقد. راهو قاعد هنا، لكن لاحظوا راهو قاعد هنا ويشتغل على هذين أيضا. مجالات تطبيق واسعة. عبارتي المفضلة اللي دائما يا دكتور، هل أنت في النهاية من خلال دراستك للتفكير الناقد الطبي توصل لحكم قيمي ولا لا؟ مش حكم قيمي. التفكير الناقد يضمر أو يتضمن دعوة إلى تكريس مجموعة من القيم زي الموضوعية والحيادة والاستقلالية إلى آخره. أوكي. لكن أنا لا أزعم ولا أحاول أن أقنع أحد بأي حكم إطلاقا. أوكي. هذا عندما أمارس دوري كمتفكر ناقد. أوكي. قلت في عبارة هو شوف مسألة محاولة الإقناع هذه embedded in every text. أي نص هو محاولة صاحبة يحاول أن يقنعك بشيء. أي نص بالضبط. أوكي. وإذا كان التفكير الناقد نص فهو في النهاية ملزم بأن يحاول إقناع الآخرين، لكن غاية الأساسية إقناع الآخرين بتبني قيم الموضوعية. هذا هدف الأساسي. لكن إذا كنت تحكي على حوارات جانبية تفصيلية تقول لي أنت بيك تفكر ناقد مش تدرس فيه، لا أنت تحاور في واحد آخر، نحاول نقنع برأي. نعم نعم عادي، لكن باحترازات في ذهني واضحة. أوكي. قلت في عبارة ميلان كونديرا لا أمل من تكرارها، وقاعدة تربط بين هذا وهذا. ولما تشوف العبارة تعرف وين نحن بالضبط. يقول يحتاج المرء إلى قدر كبير
من النضج المعرفي اللي هو وين؟ اللي هو هذا صح؟ والسمو الأخلاقي. كي يعرف أن رأيه ليس سوى فرضيته المفضلة، يعني اللي تحكوا عليه هنا بتاع استقلالية وأوبن راه هذه تبيلك باش تصلها، لا تتوقع فجأة تبقى أوبن مايندد وأوبجكتيف، تحتاج إلى مش فقط معرفة، سمو أخلاقي. من بين المبادئ الحاكمة في التفكير الناقد حاجة اسمها إيفيدنشياليزم. إيفيدنشياليزم ترجم فيها النزعة القرينية، من قرينة أو الشاهد أو النزعة الشاهدية. أو صاحبها واحد اسمه كلي فورد. شو يقول كلي فورد؟ يجب أن تتناسب شدة الاعتقاد في أي رأي مع قدر الشواهد المتوفرة عليه. يجب أن تتناسب شدة الاعتقاد في أي شيء بقدر ما لديك من أدلة. لو قلناها بالليبي لا، اللي بنعبر على المبدأ نفسه بأسلوب عامي حنقول على قد الحاث أدلتك، مد كرعين اعتقادك، على قد الحاث أدلتك مد أرجل اعتقادك. إيه لكن دكتور عندي ملاحظة في القضايا الميتافيزيقية، يعني بالذات مثلا احنا نتكلم بشكل مفتوح مثلا. نعم نعم. يعني الله، هل أنت تعتقد فيه بشدة؟ نعم. لكن مرات مش بشواهد. شواهد يعني مادية يعني. لا، ما هو الآن أنت تفهم في كلمة شواهد فهم خاص. لا، أنا ما قلت لك شواهد إمبريقية أو ملاحظة وتجريب، ما قلت لكش. أنت شواهد، رأوا الحجج المنطقية شواهد، شواهد قوية جدا، وهناك من لديه أدلة منطقية قوية جدا على وجود الله، لا نحكم مسبقا على فسادها صح؟ لكن خلينا توا في المجرد في المطلق. نعم بالضبط، هذا نوع من الشواهد. لا وبعدين ما حتى هذه جماعه الدين يقول لك لا، العقل الله ما يعرف بالعقل، يسكروا على العقل، في وحده مصين للقناعه بالعقل، لكن في وحده مخرجه يقول لا هم متعدين، ما تفكرش في العقل، اطلاق في العقل في الوصول الى الله. ردينا للتشبث. اوكي، وانا نقول لكم وحده من العبارات الشهيره في التاريخ، يعني علي شوفوا قدر التشبث لعند وين يصل. هي تنسب لهيجل لكن مانيش متأكد. قيل لهيجل إن نظريتك تخالف الواقع، فقال هذا من سوء طالعه. هذا الواقع. مشكلته هو نصح. خلينا نعطيهم مثال أكثر عمليا وتحملوه شوية.
عارفين نظرية بطليموس اللي تقول أن الأرض هي مركز الكون وأن الشمس والكواكب الأخرى تدور حول الأرض؟ هذه كلام هذا من 3000 قبل الميلاد. النظرية هذه استمرت لعند كوبرنيكوس لعند القرن 15 18 قرن. به كيف يعني مفطنوش؟ راهو تحكي علي مراصد وأجهزة وحسابات دقيقة بكيف مشت معاهم نظرية غلط واضح إنها غلط تمشي مع البشرية 18 قرن. القصة إنها شن صار هي مشتش معاهم، لكن في كل مشكلة تواجههم، بمعنى في كل حالة تبدو معارضة، يعدلوا في النظرية شوية باش تلامعها. واضح؟ يسموا فيها اد هوكنس. مر عليكم تعبير اد هوك؟ ايش معناها اد هوك؟ مخصص. ها؟ هذا مخصص لغرض لهذا الغرض خاصة، هذا معناها. في اللجنة الاد هوك اللي هي اللجنة المنبثقة اللي تكلف، ايش كانوا يديروا؟ كانوا يديروا في اد هوك ادجستمنتس، بمعنى يعدلوا في النظرية بحيث تتواءم مع الواقع المعارضة. يعني النظرية تقول أن المفروض الليلة نحقوا عطارد هن، نجوم بحثوا ما طلعش عطارد، يبقى النظرية غلط. لا لا مش غلط، اللي صار له عطارد وهو في الطريق دار دورة حول نفسه سموا فيها إبيسايكل، هي اللي عطلاته. واضح؟ تحايل بعدين يصير مع المشتري بيدي اللي حتى هو بسايكل. شن صار بعد فترة؟ لا النظرية ترهلت، تمت معقدة ومركبة ومع ذلك لم يتوقفوا عن الاعتقاد فيها. ألفونس الكبير واحد من في القرن 14 شوفوا ايش يقول، يتحمل العبارة: لو استشارني الرب لأستيت له نصيحة مجزية. مش نظريتي اللي غلط، الكون مخلوق غلط. شوفوا لعند وين التشبث. ونحكوا على عالم كبير، عالم فلكي من كبار علماء القرن 14. يبقى فكرة الوهم هذا راهو خطير. بس يا دكتور في ربع احيانا يعني خلينا نقول الفرضيات، العلم مبني مرات على الفرضيات. يعني تفرض لنا يعني هم لما كانوا في 3000 سنة فاتت فرضوا ان الارض هي المركز بتاع الكون كان والعالم والدور. هم من مكان قدامهم في تلك الفترة كان يثبت الكلام اللي يقولون فيه، يعني كان يعزز خلينا نقول في الكلام. لا معقول. نعم نعم، لكن بعد وجود حقائق جديدة طبعا. نعم تغير الأرغمنتس خلينا نقول. صحيح صحيح، في حجج أخرى بالمعرفة وتغيرت هذا في الوقت اللي هذاك. يعني مثلا على سبيل المثال مثال توا، يعني نحن نظرية تقول يوجد أكوان أخرى غير الكون اللي احنا قاعدين فيه. نعم، لكن هل هذا توا علميا ثبت أثبتوه؟ ما تنتش النظرية اللي تقول هكي قد تكون هي توا اللي فرضها أو اللي قالها. كيف نقولوا احنا هل هي صحيحة؟ هو قال فرضية هذه بناء على أنا نقول لك توفيق، أنا نأكد لك كلامك بأن بالعكس راهو الكلام اللي تقول فيه أنت راهو وحدة من خصائص أو سجايا المتفكر الناقد. أوكي، التعاطف مع الآراء الآخرين، ذكر الفكرة هذه. يعني أنت لا تحكم على اتخاذ موقف ما خارج السياق التاريخي، هذا مهم جدا. شوقي يقول رزقت أحسن ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم.
مهم جدا تلتمس العذر الآخر. ففعلا وهذه إذا كان أنتم على دراية توماس كون فكرة البارادايم، هذه نقطة أساسية عنده جدا. والنقطة الأخرى رأوا هذوما، وهذا يقول هذا دأب العلم دائما، العلم لا يتخلى عن نظرية مهما ترهلت ما لم يكن هناك بديل جاهز. لأن بيش قاعد يشتغل في فراغ، طالما فيش بديل واضح جاهز لا نشتغل باللي عندي. أوكي، هنختم بآخر حاجة اللي هي حكينا على الإيفيدنشاليزم التي تعطي أهمية كبرى للأدلة اللي على كلامك. في حاجة عكسة أو يبدو أنها عكسة تماما اسمها فولسيفيكيشنزم. ممكن سمعين أكيد سمعين برائد هذه النظرية اللي هو كارل بوبر. كارل بوبر هذا أهم فيلسوف علم في القرن العشرين بدون منازع، وفكرته غريبة جدا. فكرة رأى المهم مش الأدلة اللي معاك، الأدلة اللي ضدك، رأي أهم اللي معاك. أدلة الآخرين؟ لا، الأدلة اللي ضد كلامك سواء من الآخرين ولا اكتشفتها أنت. يعني مثلا هو طبعا عنده قصة حتى على مستوى الشخصي. بابر لما كان صغير 19 سنة كان معجب بنظرية أدلر في علم النفس، نظرية تفسر في سلوك الناس بطريقة مقنعة جدا. عمره 19 سنة صادف فتاة صغيرة شاف حالتها لقيها عكس كلام أدلر، مشى طلب مقابلته. شوف هذاك عالم نفس كبير، هذا شاب صغير مشى مقابلة أدلر. فضل كان قال له والله أنا راني معجب بنظريتك لكن راني شفت حالة بصراحة راهو عكس كلامك. قال له بيع احكي لي عليه. قال له راهو سلوكها كذا وكذا وكذا غير اللي تقول فيه انت. قال له لكن راهو ممكن نفهم سلوكها على ان كذا وكذا وكذا، واذا كان فهمناه بهذا الشكل هذا دليل على كلامي. قال له كيف عرفت انت مزيد ما شفته؟ قال انا عندي ألف دليل على نظريتي. قال له توا عندك ألف واحد. طلع من هذه المقابلة اكتشف أنه ليس هناك أسهل من أن تجد أدلة على كلامك مهما كان. رأي قصة سهلة جدا لك، مش هذا العلم. العلم مش أنك تبحث على أدلة تؤيد نظريتك، العلم هو أن تعرض نظريتك لأقصى اختبارات بحيث إذا كان في أدلة علي ضدها تطلع. شوفوا كأن عكسة لو عبرنا عليها باللي بش هنقوله. مد كرعين اعتقادك حتى يفتضح أمر الحاف شواهدك. بابر يقول النظرية العلمية الجيدة تغامر برقبتها، مش محافظة وخايفة أنها تخالف لا خليك جريء. وراه العلم عبارة عن إيش؟ مش اقتراب من الحقيقة بالمعنى أن كل مرة عندنا نظرية أحسن، لا، اقتراب منها في كل مرة عرفنا أن هذه غلط، اللي يسموا فيها argument by elimination، أني نصل بإني كل مرة نستبعد في حاجة. أعتقد أن
هذا ما لدي. وعلى فكرة هذا كله الفصل الأول، كتاب من 4 فصول، سأحاول أن في كل لقاء نغطي فصل. هل عندكم أي تعليقات أو استفسارات نختم بها؟ أشكركم ونلتقي المحاضرة القادمة.